اهلا بيكم من جديد، لسه مكملين معاكم في ربع ساعه رياضه. خلونا نروح على طول لليابان، او من اليابان للمغرب. امبارح وصلت بعثه فريق النادي الاهلي الى الدار البيضاء في المغرب علشان تستعد لخوض مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا امام كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم السبت اللي جاي. بعثه المارد الاحمر كانت وصلت على متن طائره خاصه، حرص الجهاز الفني على اصحاب كل اللعيبه حتى المصابين بيهم واللي لسه لم تتاكد جاهزيتهم، زي مثلا كابتن وليد سليمان وكريم ندفد ومحمد محمود، علشان الدعم للفريق. دخلت البعثه الفقاعه الطبيه بمجرد وصولها، بيبدا النهارده تحضير وخوض التدريبات لمواجهه نهائي افريقيا. كل تمنياتنا طبعا بفوز منتخب او فريق الاهلي بالبطوله العاشره في تاريخه.